في الأيام أمل مستنين. اختفاء شيرين عبد الوهاب، مستشفى شهير يفجر مفاجأة ليست عندنا، ورامي عياش يبحث عنها. تطورات مفاجئة تشهدها أزمة شيرين، فكان وجودها ليس مؤكدا حتى اللحظة، ورامي عياش يصل إلى القاهرة للوقوف إلى جانبها. عمري ما تخيلت إنك يوم تروح. تتضارب المعلومات حول مكان وجود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إذ نفت الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية في مصر أن تكون شيرين قد أودعت في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدرات بحسب ما كانت قد صرحت عائلتها. وأكدت الأمانة في بيان أن شيرين لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة من مكان وجودها أو حتى عن حالتها الصحية. يا حبيبي. كما أضافت أن المستشفيات والمراكز التابعة لها والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته. كذلك رفضت بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة، مهيبة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة. مين اختار يعيش حياته؟ مين اختار يحب مين؟ هذا ووصل الفنان اللبناني رامي عياش يوم أمس الثلاثاء إلى القاهرة من أجل دعم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أزمتها الحالية، آملاً في أن يتمكن من زيارتها في المستشفى التي تتواجد فيها. وفي مداخلة هاتفية له ضمن برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، قال: جايين كلنا عشان نشوف ماذا تحتاج الفنانة شيرين عبد الوهاب لنقدمه لها، فهي فنانة كبيرة وقامة على المستوى العربي ونعتبرها لبنانية، ولها في بيروت بدل البيت بيوت. مين نعرف بعضنا منيح، شيرين عندها بيت وبيوت بلبنان، في لبنان طبعا بيتي طبعا، وعندها بيوت الفنانين كل. وأضاف: شيرين مثل أختي وجئت من لبنان لكي أدعمها. ومن ناحية أخرى، أصدرت عائلة شيرين بياناً طالبت فيه بعدم الحديث عن الأمر، داعية الجميع إلى الالتزام بأمر النيابة العامة عدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الوقت الحالي عن الأزمة. حبيبي نساي نساي، أصلح عيبه ده إزاي؟ ده ببقى موعدة بال. ومن جهته أوضح محامي شيرين أنه سيقدم بطلب إلى النائب العام من أجل منع نشر أي أخبار تتعلق بالقضية حتى الانتهاء من التحقيقات، مع معاقبة من يخالف ذلك، خاصة وأن الفنانة أصبحت مادة دسمة للإعلام، مشدداً على ضرورة الحرص على مشاعر بناتها.